جيلي اصلا انا مش عارفه مين خس 40 كيلو فانا خدت نفس النظام بتاعه. لا هو انا مثلا كاتبه النظام لحد على حسب طوله وسنه ووزنه والاكتيفيتي اللي هو بيعملها وايه اللي بيحب ياكله وايه اللي ما بيحبش ياكله، ايه اللي متوفر ياكله وايه اللي مش متوفر ياكله. يعني مش كل الناس مثلا تقدر تجيب لحمه وفراخ وسمك على طول، وبرضه يعني على حسب طبيعه كل بني ادم. في ناس مثلا فيجيتيريان ما بياكلوش بروتين، فلازم توفر لهم البروتين ده بشكل نبات، يعني على على شكل تاني غير اللي هم بياكلوه. طبعا دلوقتي المشكله انه كل السوشيال ميديا كل الناس بتتكلم كلها على الدايت، كلها على التخسيس، كل الناس بقت دكاتره. انا فوجئت، هو كل الناس بقت كل حاجه. انا نمت قمت لقيت الناس كلها بقت دكاتره دايت، كل الناس كوافيرات وكل الناس ميك اب ارتس وكل الناس ديزاينرز كل حاجه. السوشيال ميديا مخليه التايتلز ببلاش يعني. فهي طبعا بالظبط دي مشكله كبيره. انا بقعد اقول لهم يا جماعه التخسيس ده اساسا يعني السمنه هو اسمه مرض السمنه، مرض ديب. انا محتاجه اروح لدكتور، صح، دكتور طبيب، يعني انا محتاجه اروح لدكتور في عيادته يتابعني، يتابع معايا، يشوف انا ايه الحاجات اللي ناقصاني، اللي ناقصه جسمي، الحاجات اللي ما تاثرش على شعري على بشرتي. كل واحد على حسب سنه، يعني اكيد اللي عنده 3 سنين غير اللي عنده 5 سنين غير اللي عنده 10 سنين غير اللي عنده 20 غير اللي عنده 40 وهكذا. المفروض ان احنا بنبدا حتى لو اطفال مثلا عندهم سمنه، وهتلاقي بعتلك صور اطفال برضو هنزلها في اخر الفقره عندهم سمنه. احنا بنشتغل مع الاطفال من بعد الثلاث سنين. عادي جدا طفل عنده 4 سنين او 5 سنين يتظبط له اكله. انا ما بقولش ان هو هيعمل دايت بمعنى كلمه دايت او مفهوم دايت، بس يتعلم ياكل ايه ما ياكلش ايه عشان لما يكبر ما يبقاش عنده سمنه مفرطه. اوكي. فهي الفكره بقى في كده، يعني ان احنا بنقول للناس، بس مش الفكره ان احنا بس نخس، احنا نخس ونعمل حاجه اسمها تنسيق قوام. تنسيق القوام ده ما بيتعملش بالدايت بالاكل. ما هو بص يا دكتور، ما ده كان سؤالي في الاول. سي واحده ما جاتش عملت نظام غذائي معاكي، تمام، اوكي، هو المفروض ان انا ابدا اعمل وانا بعمل النظام الغذائي ابدا انسق القوام؟ بالظبط. يعني الاثنين بارلل لبعض؟ طبعا. كل 10 كيلو ليهم بروجرام، كل 5 كيلو ليهم بروجرام. اوكي. يعني مثلا واحده عايزه تنزل 40 كيلو، هل انا كل 10 كيلو بعملها بروجرام، يعني بعملها اربع بروجرامز بس في الفترة؟ لا طبعا، اول 10 كيلو بيبقى ليهم يعني بروجرام خاص بيها، وبعد كده كل 5 كيلو، بعد كده كل 3 كيلو، بعد كده كل 2 كيلو. طب فهمينا، سي واحدة جات لك يا دكتور عايزة تخس معاكي 30 كيلو، تمام، اول 10 كيلو وزي ما انت ذكرتي في الاول لازم اشوف هي بتحب تاكل ايه، عشان لازم اكيد يبقى في كربوهيدرات وبروتين وكل الحاجات. ايه اللي بيحصل مع التخسيس؟ علشان بقى جسمها ما يبص او ما يحصلش فعلا سيلوليت او ترهلات او ايا كان بقى الناس بتسميها يعني مسميات مختلفه، قلنا نقول السيلوليت او الترهلات بالنسبه للستات او للرجاله. احنا بنشتغل قبل ما اخس ال 10 كيلو ابدا اشتغل اعمل جلسات تقويه للعضلات. لو اللي قدامي ده يقدر ينزل جيم او ما يقدرش، ده مش يعني الجيم مش بدل الجلسات، هي الجلسات بتشتغل على الدهون، الجيم بيشتغل على العضلات. دلوقتي الاجهزه الحديثه كمان بتشتغل على الاثنين، يعني الاجهزه اللي احنا جايبينها الحديثه دي بتشتغل على الدهون وعلى العضلات. زي مثلا انا واحده زي ما عنديش وقت اروح جيم، يعني انا اقصى حاجه ممكن اوفرها في اليوم نص ساعه، هو الجهاز هيشتغل معايا على حاجتين، هيشتغل معايا على انه يعمل اذابه للخلايا الدهنيه بلس ان هو هيعمل تقويه للعضلات، لان كل ما العضله تبقى قويه كل ما الدهون ما تقدرش تيجي عليها. طب دكتور ده 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 جهاز لايه؟ للرجلين، للجسم كله؟ انت على حسب حد مثلا قليل من فوق او جسمه كويس من فوق، لكن هو من المنطقه مثلا من السره للركبه المنطقه دي فيها دي فوق او فيها سمنه زياده مع بلس السيلوليت، دي عباره عن برضو بتبقى العضلات ضعيفه وبيبقى الجلد مترهل. أوكي. فاحنا بنشتغل على الاثنين، بشتغل على الدهون الزياده، بشتغل على الجلد المترهل، بشتغل على العضلات الضعيفه. هو بيبقى بروجرام، يعني انا بدخل للجهاز سنك وطولك ووزنك وحالتك الصحيه والاكتيفيتي اللي انت بتعمليها، وهو بيطلع البروجرام الى جانب النظام الغذائي. طبعا النظام الغذائي اساسي، النظام الغذائي الصح اللي طبعًا على حسب الحاله طبعًا اللي عايزه تخس. على حسب الحاله اللي هتنزل. طيب انا دلوقتي ده بيبقى كل قد ايه ولا برضو بيختلف كل اسبوع كل 10 سنين؟ يعني احنا بنقول خلينا في الحاجه اللي هي الطبيعيه العاديه، ان احنا ممكن نعمل جلسه كل اسبوع، طبعا على حسب برضو الاجهزه، لان انا بشوف اجهزه تعبانه كتير، يعني حاجات ضعيفه قوي بتبقى الايفكت بتاعها ضعيف. فالاجهزه القويه بيبقى مره واحده اناف قوي في الاسبوع، حاجه بتبقى تمام. على فكره الناس اللي نازله دي نازله اقل حد نازل 40 كيلو 30 كيلو، في حد من الصور نازل 80 كيلو عن وزنه الطبيعي، ومفيش سيلوليت خالص، ومفيش ترهلات خالص، ومفيش جلد زياده، والعضلات مش يعني العضله مش ضعيفه، بالعكس العضلات
قويه وشكلهم انت شايفه الصوره يا دكتور؟ اه شكلهم احلى يعني، الشكل نفسه احلى بكتير يعني. وده برضو انت مش شايفه الاصل؟ لا العلاج. مش شايفه يعني. لو ينفع قاعدين تنزل هنا. آه ده ولد كمان صغير. دول اطفال بالظبط، دول اطفال يعني. عايزه اقول لك انا بعشق اشتغل مع الاطفال يعني، بحب اشتغل مع الاطفال جدا يعني. طيب قولي لي حاجه دلوقتي بالنسبه للاطفال، مش بتشجعوا برضو الاطفال انهم يلعبوا رياضه؟ اه طبعا الى جانب برضو طب ما تقولي لنا الجهاز ده اسمه ايه ولا عشان الاي ام اس ده؟ جهاز الاي ام اس دوت. اه بالظبط، ده جهاز حلو جدا، بيقوي عضلات الجسم كلها، بيحسن الدوره الدمويه، بيفتت الخلايا الدهنيه، بيعمل شيبنج تحفه طبعا بالنسبه للستات كمان، بيعمل شيبنج حلو قوي. وينفع مع الاطفال؟ وينفع مع الاطفال. على فكره كل اللي عندك دول يعني يعني التين ايجز يعني 16 14 في 9 سنين، الولد الصغير ده كان 6 سنين و7 سنين، كل دول اغلبهم اطفال. لا عاجبني ان انتوا عاملين عوامل مساعده، لان مهما تقولي في بعض الناس، طبعا انا اتمنى كل الناس تلعب رياضه للصحه، لكن في ناس زي ما انت بتقولي مش هتلعب. ما هي وبعدين مش كفايه، صدقيني هي الرياضه مش الرياضه حلوه جدا جدا يعني، انا واحده من الناس نفسي العب رياضه يعني، هي حاجه كويسه جدا، بس هي الفكره انه مش كل الناس وقتها يسمح، بلس ان دي ملهاش علاقه باذابه الدهون يعني، ملوش علاقه اني العب رياضه باني ادوب دهون او اخس. او الرياضه بتشد الجسم شويه، بس برضو لما يكون جهاز يكون حاجه تقنيه متقدمه، تقنيه حديثه، بتفرق طبعا، بتفرق. هو الجهاز موجود يعني عندكم مش موجود عند حد تاني؟ يعني احنا منفردين شويه بشويه حاجات. عندي جهاز كمان لايبوليسيس، احدث جهاز موجود ممكن في الشرق الاوسط كمان مش في مصر بس، عندنا اجهزه حديثه جدا. عندي كرايو لايبوليسيس قوي جدا، ديب كرايو، يعني عندي اجهزه كمان كتيره قوي، والميزه فيها انها تنفع للاطفال، تنفع للكبار، تنفع لكبار السن، لان مش كل الحاجات مناسبه يعني لسن معين يعني. بس طيب قولي لي حاجه، تقريبا النتائج بتبان يعني لو انا بخس 10 كيلو، ان ال 30 كيلو خلينا في البنت تمام. اللي احنا بنخسسها بعد اول 10 كيلو، هل انا بحس مع ال 10 كيلو اللي نزلوا دول، سي نزلوا في اسبوعين ثلاثه؟ بصي يا امينه انا بعمل ريكورد كده لكل كل حد، بقول له انت جيت لي انت بقالك شهر معايا، انت قبل الشهر ده كانت نسبه الدهون قد كده، كانت نسبه العضلات قد كده، كان وزنك قد كده، كانت صحتك قد كده 20% مثلا. أوكي. انت بعد شهر بقيت قد ايه؟ هو نفسه في حاجات هو بيقول لي يعني معدلاته الصحيه بتفرق مثلا على الاقل 40%، بيبقى افضل بنسبه 40%. عضلاته بتفرق اتليست من 10 ل 15%. نسبه الدهون بينزل من 8 ل 12%. حاجه بينزل في الوزن من 8 ل 15 كيلو مثلا. ده وبصحه. طبعا وبصحه طبعا، هو بيبقى افضل على فكره. وفي حاجات انا باخدها من البيشنت عندي، بقول لهم يعني طب لو احنا مثلا ما نزلناش الوزن ده انت هتبقى راضي؟ يعني لو ما نزلتش مثلا 12 كيلو او 15 كيلو في الشهر بتبقى اوكي برضو وراضي ولا بتبقى متضايق؟ عايزه اقول لك ان الناس بتوصل لو نزلت 2 كيلو في الشهر او 4 كيلو في الشهر بس بالمنظر ده، لان شاب الجسم بيختلف تماما. طبعاً جدا. ما هو ده المهم، ان انا اخس وابقى جسمي ممسوك مش متراهل. انا لو خسيت 10 كيلو متراهله ودراعاتي مش عايزه اخسهم، مش عايزه اخسهم، دي حقيقه خصوهم. فعلا. طيب قولي لي، طيب بعد يا دكتور دلوقتي خلاص هم خسوا واتحطوا على الاجهزه وجسمهم طالع معقول جدا، سواء من تمام. من الشده او الحجم كمان، الحجم بيفرق. بتسيبوهم لا طبعا مش ما سيبش حد بس اصل هتسيبوهم ما سيبش حد. انا بقول لهم انا ناقص اروح معاكم البيت. أيوة. بس دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه. ايه اللي بيحصل بعد لا كده؟ لا طبعا عندي تيم كامل دكاتره عندي تيم كامل مسؤولين عن الحالات اللي بتخلص وبتثبت. حتى لما يجي مثلا حد جديد عندي، او يكون حد خس وجالي تاني يعني، وجا او مثلا حد خس مثلا هو مع نفسه وجالي رجع يعني يعمل دايت او كده او يثبت، بقول له اهم من التخسيس التثبيت. اهم يعني، ودي حقيقه فعلا، اهم من ان انا اخس لان انا بخس عندي تارجت يعني. انا مثلا عايزه اخس 20 كيلو، فعندي تارجت هخس 5 في 5 في 5 في 5، جبت ال 20 كيلو. طيب بعد كده، بعد كده ده بقى ده شغلي انا يعني، ان لازم احافظ على اللي قدامي انه يفضل بصحه. طبعا في التثبيت بنزيد من 3 ل 5 كيلو مثلا، ماكسيموم 6 كيلو، لكن ما ينفعش ازيد اكتر من كده يعني. ما ينفعش مثلا حد ابقى انا سايباه 60 يرجع لي كمان 3 4 شهور 90. هي بتحصل على فكره، وبقول لهم لا يعني انت ما ينفعش تسيب، ان شاء الله نتابع كل اسبوعين مره، كل شهر مره يعني. اعتقد لو زياره للدكتور اللي المفروض ان انت يعني قعدت معاه مثلا 3 4 شهور يعني بقى جزء من افراد العائله
لو زياره كل شهر، لو زياره كل اسبوعين، بس تطمن على نفسك، مش هتاخد منك وقت كتير، وبرده الموضوع مش بيبقى مكلف يعني، فبس بتبقى محافظ على نفسك، لان السمنه مرض. فمرض بيبقى يعني زي السكر زي الضغط، هي يعني هي مجموعة أكيد. أمراض بالظبط يعني مرتبطة ببعض، فلازم نحافظ على نفسنا. عموما بجد بشكرك جدا، نورتيني حقيقي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك، انت اللي منورة الدنيا كلها على فكرة. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.